السلام عليكم عبد العزيز بامو فايج مع وجهة الدار بلا سطات. صباح خير على الرئيسة سيدي بليوت شريبي، صباح خير على عمدة مدينة الدار البيضاء، صباح خير على جميع لوتوريتي اللي كيخدموا في مجلس مدينة الدار البيضاء، وما نساوش صباح خير على رجال الأمن اللي كنطلبوا الله يوفقهم في هذا الديربي اللي جاي، لأن احنا عارفين عندنا بلاد السلم والسلام والأمن والأمان. شكرا للجميع اللي غيعطي يد الله في هذا الديربي اللي غيكون، لا الوقاية المدنية، لا القوة المساعدة، الدرك الملكي، لا كل شيء. تنقول لهم الله يجعل ربي يوقف معاكم، لان احنا كنفتخروا بكم من طنجه للكويره. ونرجعوا للموضوع ديالنا، احنا كنتمنوا مدام العمده تشوف هذه البلاصه اللي كنهضروا عليها، لان كاين لا باتريمون ورا ظهري، بغيناه حتى هو يتصبغ، بغينا مدينه الدار البيضاء نشوفوها حله جديده من بعد الوباء، مصبوغه ناضيه ونقيه. احنا كنغوتوا على هذا الشيء، علاش؟ لان كيجيو السواح كيصوروا كيبداو كيديو معاهم هذا الشيء، حنا ما كيشرفناش نشوفوا مدينه الدار البيضاء بحال هكا. ولكن مع مدام العمده راه شفنا الدار البيضاء بدات كتعطي الثمار ديالها، الله يجازيها بخير، الله يجعل هذا الشيء اللي كدير في الميزان مقبول ليا لا مدام شريبي. شكرا للجميع اللي عنده غير على هذه المدينه الحبيبه، بغينا نشوفوها في حله جديده من بعد الوباء. حنا اليوم صورنا في هذه البلاصه باش نوريكم واحد المبلوى ابيض مصبوغ، بداو كيتصبغوا في شارع محمد الخامس، ولحقنا لهنا كاين هذا لاباتريمون اللي في القنت، ما كرهناش تكون واحد الالتفاته لهاد البلاصه لهاد الموبل هذا، حتى هو يتصبغ باش يعطي الجماليه ديالو، وهاد الشارع يكون في حله جديده. والله يرحم لك الوالدين في هاد الصباح هذا، لان حنا كنتحركوا وكنفتخروا بك من طنجه للكويره. حياك الله وبياك، السلام عليكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ما 5 تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.ma5tv.ma.